بدي اعتذر بالنيابة عن العالم يلي عم بيقولوا الحق على الضحية حتى لو 1%. لازم تعرفوا الحق مش عليكم، الحق على مجتمعنا يلي بعد بده توعي كتير ليتفهم قديه هيدي القضية حساسة. العالم يلي عم تقول الحق على الضحية وعم يحكوا حكي بيجرح، بدي اياكم تفهموا انه ما حدا بيقدر يعرف الاحساس وبشو بيمرقوا هول العالم. العالم يلي ضحية هيدا الموضوع لازم هن يحكوا بهالموضوع ولازم صوتهم يلي ينسمع، بس للأسف من ورا آراء العالم من ورا ردة فعل العالم عم يترددوا ويحكوا بالقصة. ما يخافوا حيستحوا حيحسوا انه مجتمعنا ما حيتقبل. ما تترددوا احكوا شو بكن وشو بكن بحكي العالم وكيف عم يفكر مجتمعنا. بتعرفوا ليه؟ لانه انتو على حق وهيدا الموضوع ما لازم يكون في نقاش عليه من أساس. لا، وفوق هيدا وفوق كل شي، شو بيعمل القانون اللبناني؟ بينزل المادة 522 يلي المغتصب فيه يتجوز اللي بيغتصبها حتى غصبا عن أهلها. و يعني نحن بنعرف انه لبنان فات مع الأمم المتحدة كرمال حقوق المرأة وحقوق الطفل، بس ما عم نشوف هيدا الشي عنا بلبنان. كلنا ايد بايد بدنا نقول لا لهالقانون، لا لهالمادة.